بما ان بتقول الجمهورية الجديدة، عندي بيان عايزة اقراه بعد اذنك. تقدم كيان شباب مصر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة. ووجه كيان شباب مصر في تصريحات له الشكر أيضا لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويمتد الشكر لمسؤولي حياة كريمة على عظمة التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فعاليات مؤسسة حياة كريمة خلال عامين. وتابع: كما نؤيد نحن كيان شباب مصر وبشدة فكرة الكيان الجديد الذي طال انتظاره، وهو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وإنه شرف لنا أن نعلن انضمامنا إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، ونعدكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانة هذا الكيان العظيم. أستاذ بهاء، يعني إحنا من خلال احتفالية حياة كريمة اللي شاهدناها وتابعناها كلنا يوم الخميس، على توصيفها بعظمة التنظيم للاحتفالية فعلا كان حاجة، لقينا تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة. وده كان بالنسبة للمصريين أول مرة بيسمعوا. يعني لو حضرتك تدينا، وخصوصا أن أنا قاري خبر في النشرة أن ابتدت العديد من الأحزاب الانضمام إلى هذا الاتحاد. إيه الاتحاد ده وهيعمل إيه؟ طيب خليني هقول لحضرتك في الاول ان اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تدشين هذا الاتحاد يكون اتحاد خاص بالشباب، فده دليل قوي وعملي على محوريه الدور الذي يقوم به الشباب في هذه المرحله، واهميه دورهم في المشاركه في عمليه التنميه في كافه المناحي، وإدراك القيادة السياسية لهذا الدور، باعتبار أن الشباب اليوم هم قادة ورجال المستقبل والمسؤولين عن هذه المبادرة واستمراريتها. فبالتالي دعوة الشباب للمشاركة الإيجابية والفعلية في هذه المبادرة ليكون ليهم الدور المحوري والرئيسي في عملية التنمية. مش هنقتصر على أن مؤسسات الدولة وسواء وكذلك اللي هو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أن هي تؤسس أو تبني الصروح الطبية أو التعليمية وتنتهي عملية التنمية، لا، إنما هي عملية تنمية مستمرة. الاستمرارية دي الضامن ليها مشاركة الشباب فيهم ووجودهم بشكل فعلي يحافظوا عليها، وتستمر عملية التنمية بشكل متوالي، مش هتتوقف على مجرد عمليات الإنشاء وانتهت، لا، تستمر الشباب دورهم محوري. وانا سعيد جدا بان في كيانات شبابيه اعلنت انضمامها لهذا الاتحاد، ده دليل على الوعي السياسي والحس العالي اللي بدا يتوفر لدى قطاع كبير من الشباب. عايز اقف عند الوعي السياسي والحس العالي لقطاعات الشباب، لان هم وجهوا الشكر للبرنامج الرئاسي وخريج الاكاديميه الوطنيه للتدريب. هل هذا الاتحاد بهذا التجمع بيقول لي ان انا في شباب دلوقتي مستعد ان هو يتحمل المسؤوليه في المحليات؟ بالظبط، انا بتكلم على المحليات، لانه احنا يعني ابتدينا نتكلم والمحليات ومفروض ان الشباب يبقى موجود اكتر، زائد حياه كريمه واللي هيحصل في العديد من الاماكن. هل ده بيوريني او بيعكس لي المحليات في الفتره القادمه هيكون شكلها ايه؟ بالتأكيد. او مين اللي فيها؟ بالتاكيد هو مش بيعكس فقط بس الشباب ووجودهم ومشاركتهم في المحليات، لا، ده هو بيسلط الضوء على أهمية دور المحليات في الفترة مش المقبلة وبس، المستمرة لعملية التنمية والحفاظ على ما ستحققه مبادرة حياة كريمة. أهمية دور المحليات لأن هي اللي هتبقى معنية بتلك الكيانات اللي هتظهر نتيجة مبادرة حياة كريمة. دور المحليات لن يستقيم إلا بتواجد شريحة مهمة من الشباب في المحليات يتولوا القيادة والإدارة فيها، وجودهم في الشارع بين المواطنين هم الأقدر على الوصول إلى المشكلات والأقدر على حلها باعتبارهم الموجودين والمتفاعلين بشكل مستمر مع هذه المشكلات. خصوصا احنا لقينا الشباب نجحوا بشكل كبير، يعني سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، يعني الوعي السياسي بقى عند الشباب فعلا. نعم. أنتجت مجموعة كبيرة من الشباب وكشفت عن كوادر شبابية أذهلتنا جميعا في أدائهم سواء تحت
قمه البرلمان وفي المحليات. نعم. يعني شفنا شباب نواب محافظين وكان لهم دور فاعل في الحياه الاجتماعيه والسياسيه، شاركوا بشكل كبير قوي في تصحيح الصوره عن الشباب وفكرهم ووعيهم. طيب يعني خليني اقول ان اتحاد شباب الجمهوريه الجديده، هل ده هيبقى جناح اخر زي تنسيقيه شباب الاحزاب؟ واحنا شايفين النشاط الكبير بتاع التنسيقيه. اتصور ان هيبقى ليها دور كبير، هو دور اجتماعي، انا اعتقد ان هو ده دور اجتماعي ودور اقتصادي. التنسيقيه دورها سياسي بشكل كبير واصلي، ولكن الاتحاد اتصور ان هو هيكون ليه دور اجتماعي في التواجد في الشارع، زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هيكون ليهم دور مهم جدا في المحليات، واحنا يعني على مشارف ان شاء الله بعد اقرار القانون يبقى في انتخابات محليات، وبالتالي اتصور انها تبقى دي فرصه للشباب الذي يريد الظهور، الشباب اللي عانى واشتكى فترات طويله من التهميش والابعاد، لا فرصته الان هتظهر، هتنزل، هتتواجد في الشارع، هتتواجد بين اهالي دايرتك وقريتك، هينتخبوك، هتيجي في المحليات، علشان هو دوت المحليات هي المعنيه بالمشكلات الحياتيه لكل مواطن. دايما فيها عمليه لبس، مدرسه السياسه المحليات، يعني هي بتخرج بعد كده ممكن نلاقي منهم وزراء، منهم هي دي النقطه المحوريه، ان دايما في خلط ما بين دور النائب في البرلمان والمحليات. النائب ليس معني بتقديم الخدمات واصلاح الطرق والمشكلات الحياتيه اليوميه في دايرته، هو معني بالدور التشريعي. فبالتالي والرقابي. وجود بالتاكيد الرقابي، هو بيتكامل الدور البرلمان التشريع والرقابه. وبالتالي الدور الخدمي دوت هو المعني بيه او الاساس فيه هي المحليات، مع وجود محليات قويه ترتكز على فئه عمريه من الشباب متفاوته، وبالتاكيد خبره الكبار برضو مطلوبه فيها. اتصور ان هذه المحليات هيكون ليها دور قوي حقيقي. قوي في تحقيق انها هو الرئيس راهن على الشباب بالتأكيد. ورهانه كسب في كذا موقع من المواقع، سواء بنتكلم في تنسيقيه، بنتكلم في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ بالتأكيد. في الاكاديميه الوطنيه للتدريب بالتأكيد. في شباب البرنامج الرئاسي، يعني لقينا كذا نموذج، لقينا الشباب قدر انه ينجح نجح حقيقي. طيب